هذا ويعرب مجلس النواب عن رفضه القاطع واستنكاره البالغ لتدخلات السفيرة في الشأن البحريني الداخلي من قبل النظام القطري بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. ويؤكد المجلس أن ما يتكشف يوما بعد يوم من حقائق ومعلومات دامغة بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم هو مؤامرة من خلال طابور خامس إيراني متمثل في ولاية الفقيه وبدعم من النظام القطري. وما كشفته المكالمة الهاتفية مؤخرا والتي اطلع عليها الرأي العام من تنسيق وتواصل ودعم من النظام القطري مع الانقلابيين الإرهابيين. ويؤكد المجلس أنه من المستغرب صدور هذه الأعمال العدائية من النظام القطري الذي لم يراعي حقوق الجوار والمصير المشترك وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي دون رادع من دين أو عروبة أو صلة قرابة. ويطالب المجلس بمحاكمة كل من شارك في تلك المكالمة أو ورد اسمه فيها أو ارتكب جريمة الإضرار بأمن واستقرار البحرين وأن تطالهم يد العدالة بشكل عاجل من أجل حماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية ومن يدعمها ويمولها. ويجدد المجلس تأييده كافة الإجراءات التي تحفظ الأمن الوطني ومواجهة الإرهاب مع كامل التقدير والامتنان للتعاون والتنسيق والجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وكافة الدول الشقيقة والصديقة. كما يعرب مجلس الشورى عن إدانته الشديدة ورفضه التام لتدخل النظام القطري في سياسة مملكة البحرين وتورطه المباشر في التعاون والتنسيق مع إرهابيين خلال الأحداث التي مرت بها البلاد في العام 2011 بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأوضاع في المملكة، وهو ما أثبتته الوثائق والتسجيلات الصوتية التي تم الكشف عنها والتي تؤكد على أن هناك مخطط قطري إيراني وأجندات مشتركة بين الطرفين استهدفت مملكة البحرين عبر تنفيذ سلسلة من الأعمال التحريضية. ويؤكد مجلس الشورى أن الممارسات العدائية ضد مملكة البحرين لم تتوقف منذ ذلك الوقت، إلا أن ما يثير الاستغراب صدور هذه الممارسات من دولة شقيقة تجتمع مع مملكة البحرين في العديد من القواسم المشتركة وعلى رأسها التاريخ والمصير المشترك ووحدة الهدف تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقيامها بالتواصل مع الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة واستضافتها وإنشاء علاقات وثيقة مع الجمهورية الإيرانية بما شكل تهديدا لأمن دول المنطقة ككل. ويشدد مجلس الشورى على أن البحرين ملتزمة بمحاربة الإرهاب في الداخل والخارج وتجفيف منابعه ومواجهة الداعمين له بالمال أو بالسلاح أو بالتدريب وكذلك المحرضين عليه، وذلك صيانة للأمن الوطني وحفاظا على النسيج المجتمعي للبحرين.